my students, how are you today? It's Sunday, 27th of December, 2020. Please open your pupils book, page 52. Today we will take ask and answer. اسأل وأجب. Ask and answer يعني كون سؤال وإجابة عن الصور الموجودة عندنا هون يا مس. أخذنا يا مس عن الفعل الماضي البسيط simple past of regular verb للفعل المنتظم. حكينا regular verb يعني الفعل المنتظم، الفعل اللي هو اللي بنتهي بإيدي بالزمن الماضي. هلأ لما أجي أكون سؤال حكينا يا مس بستخدم did. did هي أداة السؤال للزمن الماضي، معناها هل. did the pioneers travel in cars؟ هل البيونيرز المستكشفون سافروا في أو من خلال سيارات أو عبر السيارات؟ No, they didn't. Did the women cook over fires؟ هل النساء طبخت على النار؟ Yes, they did. إذن يا مس لما بدي أجي أكون سؤال عن الزمن الماضي بدي أستخدم أداة السؤال اللي هي did حكينا، والفعل في السؤال يبقى بالحال الأولى فعل مجرد، يعني ما بشيل منه الإضافة اللي هي ED. نيجي هون القاعدة راح أمشي عليها اللي هي بدي أستخدم أول إشي للسؤال did، بعدين subject اللي هي اختصار subject الفاعل، بعدين verb 1 الفعل المجرد يعني الفعل ما بضيف له أي إشي، بعدين object اللي هي اختصار object المفعول به في السؤال، وآخر إشي اللي question mark علامة السؤال. هلأ هون عندي التمرين يا مس ask and answer مسهلين عليكم، حاطين لكم هون صورة السبجكت الفاعل بدي أسأل عنهم. هلأ السؤال الأول عندي هون حاطين يعني حاطين صورة the men الرجال the men، إذن بدي أستخدم did للسؤال did، بعدين السبجكت اللي هم the men، الفيرب يا مس اللي هو شوب يقطع شوب داون يعني يقطعوا، اوبجكت المفعول به اللي هو تريز الاشجار، والكويستشن مارك هيها هون. اذا بحكي ديد ذا مين، ديد ذا مين شوبد داون تريز، هل الرجال قطعوا الاشجار؟ اذا بركب السؤال بهاي الطريقه يا مس، ديد ذا مين شوبد داون تريز، هل الرجال قطعوا الاشجار؟ Yes, they did. نعم قطعوا الأشجار. إذا هون الإجابة بتكون yes، نعم. هلأ لما بدي أجاوب بدي أحكي yes, they did، يعني بدي أستخدم إنه الضمير العائد على السبجكت في السؤال، السبجكت من رجال جمع، إذا الضمير العائد عليهم هو they. Yes, they did. إذا did the men chop down trees، هل الرجال قطعوا الأشجار؟ Yes, they did. هلأ هون بدنا نحل برضه رقم 3 يا مس، بدنا نحل الجهة هاي، وبدي أخليكم أنتوا هون تحلوا لي نمبر 2 و4 و6 وتبعتوا لي إياهم على الخاص. هلا نمبر 3 هون عندي children أطفال، كيف بدي أكون سؤال؟ بحكي did the children play computer game، هل لعبوا على الكمبيوتر game؟ إذا السؤال يا مس هون بصير did the children، هل الأطفال play computer لعبوا كمبيوتر؟ إذا استخدمت did أداة السؤال، بعدين children اللي هو subject الفاعل، الفعل play مجرد، الأوبجكت المفعول به تكملت السؤال، بعدين question mark الإجابة no they didn't، الضمير العائد على children الجمع الأطفال هو they، no they didn't، لا ما لعبوا ألعاب كمبيوتر. نيجي للنمبر 5 هون عندي women النساء، women النساء did the women cook in big pots، هل النساء طبخت في قدور كبيرة؟ إذا بدي أستخدم أداة السؤال did، والsubject هون the women، الverb cook يطبخ، in big pots اللي هي تكملة السؤال أو الobject، وآخر إيش الquestion mark، did the women cook in big pots، هل النساء طبخت في قدور كبيرة؟ Yes, they did. برضو الضمير العائد على الجمع هو they. بس ملاحظة هون يا مس، عندي في كلمات لما بدي أجي أجمعها، حكينا إحنا بالجمع دائما بستخدم s، يعني مثلا book كتاب، books كتب، لكن في عندي بعض الكلمات يا مس شاذة ما بضيف لها اس للجمع، مثل man رجل في الجمع يصبح من رجال، إذا جمع man هو من، man مفرد رجل، من رجال جمع.
woman امرأة، امرأة واحدة مفرد، woman نساء جمعها woman نساء، child طفل، child طفل واحد، children أطفال جمع، mouse مثلا فأر جمعها مايس فئران فئران. إذن يا مس هدول بعض الكلمات، وفي عنا كتير كلمات زي هيك يا مس، بس راح ناخد هدول الأربع كلمات. في عنا كلمات ما بضيف لها إس للجمع، بتغير شكل الكلمة في الجمع، مثل man men woman woman child children mouse mice. إذن هلأ يا مس بتحلولي رقم 2 و4 و6 على الدفتر. هلا نيجي لاكسرسايز نمبر 2، كوريكت ذا سنتنسز، صحح الجمل. في عندي هون خطا معين في كل جمله، مثل هذا المثال ذا children cooked the food، الاطفال طبخوا الطعام. بدي اصحح الجمله، نو ذا وومن cooked ذا فود، النساء هم اللي طبخوا الطعام. نمبر 1 ذا وومن شوبد داون تريز، النساء قطعوا الاشجار. نو ذا من شوبد داون تريز، الرجال قطعوا الاشجار. The children pulled the logs، الأطفال سحبوا جذوع الشجر. No, the horses pulled the logs، الأحصنة هي اللي سحبت الجذوع. The horses fetched water، الأحصنة جلبت الماء. No, the children fetched water، الأطفال هم اللي جلبوا الماء. The boys skipped with a rope، الأولاد قفزوا بالحبال. No, the girls skipped with a rope، إذن كلمة صحيحة هي girls مش boys. The girls played skittles، البنات لعبوا بالقنان الخشبية. No, the boys played skittles. The men picked up wood for the fire، الرجال التقطوا الخشب للنار. No, the children picked up wood for the fire. Now open your workbook page 34، افتحوا لي كتابكم يا مس صفحة 34. برضو في عندي هون تمارين على الفعل الماضي البسيط. Write questions use the words in the boxes، يعني اكتب سؤال، استخدم الكلمات الموجودة في الصناديق اللي هي بداية السؤال did اللي معناها هل، أداة السؤال. وهون في عندي some verbs، بعض الأفعال هم shop يقطع، travel يسافر، live يعيش، need يحتاج، help يساعد، fetch يجلب. Number 1 did the pioneers travel across America، هل المستكشفون سافروا عبر أمريكا؟ Number 2 did they need wood and water، هل احتاجوا إلى الخشب والماء؟ Did the men chop down trees، هل الرجال قطعوا الأشجار؟ Number 4 did the children help their mother and father، هل الأطفال ساعدوا والد أبائهم وأمهاتهم؟ Did the children fetch water from the river، هل الأطفال جلبوا الماء من النهر؟ Did the pioneers live in small houses، هل المستكشفون عاشوا في منازل صغيرة؟ إذا لاحظنا هون يا مس أداة السؤال للزمن الماضي هي did، والفعل يا مس بيكون مجرد لا يوجد لديه أي إضافة، إذا بستخدم للسؤال did، بعدين السبجكت زي هون pioneers، بعدين الفيرب الفعل مجرد، تكملة السؤال والquestion mark، هيك بكون أنا كونت سؤال في الزمن الماضي. هلأ exercise number 2 correct the sentences use no and did not، هون بدي أنفي الجملة. في عندي هون some sentences، بعض الجمل بدي أنفيها، بدي أعكس الجملة، أستخدم النفي اللي هو did not. طبعا يا مس حكينا أنه عند النفي بستخدم did not قبل الفعل، والفعل يبقى تصريف أول مجرد، يعني بشيل منه الإضافة. نأخذ المثال الأول هون، the children الأطفال chopped down trees، الأطفال قطعوا الأشجار. the children chopped down trees، لاحظوا هون عندي subject الفاعل، الفعل chopped الفعل هو chopped قطعوا، down تكملة الفعل، هاي إضافة للفعل، trees اللي هو الأوبجكت. هلا لاحظوا هون chopped الفعل يا مس بنتهي بإيدي، شوفوا هون لما بدي أنفي الجملة شو بده يصير، no بحكي no the children الأطفال، بقدر طبعا أكتب no أو ما أكتبها. the children did not، شو استخدمت هون قبل الفعل did not، قبل الفعل chop، did not chop down trees، لم يقطعوا الأشجار، إذا بستخدم يامس قبل الفعل did not، والفعل بشيل منه إيدي، إذا يامس منشيل إيدي من الفعل
وديد نوت بستخدمها قبل الفعل، يعني وين بحدد وين الفعل في الجملة، وقبل الفعل بدي أحط ديد نوت وأخلي الفعل في التصريف الأول. نيجي للمثال الثاني هون، the children cooked the food، الأطفال طبخوا الطعام. طبعا هم ما طبخوا الطعام، بحكي the children didn't، بختصرها didn't أو did not زي ما بدكم. didn't يعني لم cook، الفعل هون cooked يصبح cook، بشيل منه الإيدي الإضافة، بيصير didn't cook the food، the children didn't cook the food، الأطفال لم يطبخوا الطعام. إذا يمس بحدد وين الفعل، وقبل الفعل بضيف didn't، والفعل بشيل منه الإضافة. Number 3، the woman used small pots، النساء استخدموا القدور الصغيرة، بحكي the woman didn't، إذا هون بحدد وين الفعل used، بحكي didn't use small pots، النساء لم يطبخوا في القدور الصغيرة. هلأ بدي إياكم تحلوا لي number 4 و 5 و 6 يا مس، تنفوا لي الثلاث جمل هدول وبعتوا لي إياهم على الخاص. يعطيكم ألف عافية وشكرا للمتابعة.